على ذكر التدعيمات، الحقيقه مش النادي الاهلي لوحده اللي عمل صفقات جديده، تقريبا معظم الفرق اللي ما كانش كلها. انت عندك مثلا فريق الاسماعيلي اللي احنا هنواجهه النهارده يكاد يكون جاب فريق جديد، احنا بنتكلم على 11 صفقه جديده. فكره ان في صفقات جديده في معظم الفرق، الى اي درجه شايف ان ده ممكن يخلي المنافسه هتشتعل اكتر وصعب التكهن بمين اللي هيوصل للمربع الذهبي في النسخه دي من الدوري؟ اكيد يعني الرباعي المشارك افريقيا، انا شايف ان هو ده الرباعي المستمر الفتره اللي جايه، يمكن ينضاف ليهم سيراميكا كليوباترا، اضاف بشكل على اهلي زمالك فيوتشر وبيراميدز. انا شايف هم دول افضل حتى الان، او الافضل يعني، هم لعبوا مباريات افريقيه وشفناهم، البيراميدز بيكسب 7 وفيوتشر بيكسب 4 والاهلي بيكسب 3 وقبل منه 1 والزمالك برضو بيكسب 5 وقبل منه 1، فالنتائج جيده. فانا شايف ان هم مستعدين استعداد كويس. يمكن افضليه للاهلي الفتره دي انه لاعب مباريات استعد بيها بفريقه اكتر من الاسماعيلي، يمكن الاسماعيلي لسه ضربه البدايه، اما الاهلي بدا بمشوار الافريقي، ده استعداد جيد للاعبين وللجهاز الفني، وانه يحط ايده على الاوراق اللي هو يبدا يستعد بالظبط، ونحط ايده على الـ على الـ على العناصر الجيده اللي يبدا بيها مباراه الاسماعيلي يعني. فانا شايف دي ليها افضليه على الاهلي. انا شايف انه يعني سيراميكا كليوباترا الراجل احمد سامي استعد او يعني انتدب مجموعه لعيبه كانت موجوده معاه في السموحه، عارفين طريقته وفكره، فبدا يضمهم للفريق عنده. الفريق ادى اداء جيد امبارح وقدم مفاجاه كبيره جدا قصاد المصري، يمكن كلنا كنا مستنيين المصري بسوبه جديد، يعني المستر كامل ابو علي كاداره يعني رئيس مجلس اداره، والكابتن ايهاب جلال طبعا قيمه كبيره فنيه، اداري يعني على المستوى الاداره الفنيه قيمه كبيره جدا، وطبعا مجموعه اللعيبه اللي انتدبها او اضافها النادي المصري للفريق، فطبعا كنا مستنيين مردود اعلى من كده. ولكن نادي سيراميكا كليوباترا والاستعداد الجيد للمباراه، وكابتن احمد سامي بصراحه قدم مباراه كبيره امبارح، فانا شايف ان الدوري السنه دي لا دوري جيد، دوري ان شاء الله يعني امل ان هو يكون يعني على قوه المنافسه اللي موجوده، على قوه التدعيمات، التدعيمات اللي موجوده وكمان على اداء المدربين او المديرين الفنيين الموجودين. انا شايف كل فريق دعم تدعيمات جيده جدا كاسماء، مستنيين بس هنشوف ده على ارض الملعب يعني. انت عندك صفقات، في اللي جايب 21 صفقه، وفي اللي جايب 18 صفقه، وفي اللي جايب 18 يعني وانا بقرا الموضوع يعني اللي هو ايه ده، هو في ايه؟ بس دي اول مره تحصل اعداد كبيره كده في الميركاتو عندنا، او يعني عندنا في الموسم التنقلات وغيره. ليه كده؟ ليه الموسم ده كده؟ يمكن كل مدرب بيبقى يعني ناقصه لاعبين، بس انا شايف ان الكم كبير، لان ده كمان كمان ده هياثر عليك انت كمان من ناحيه الانسجام والاندماج. اللعيبه دي هتاخد منك وقت كتير كمدير فني، كاداره فنيه هتاخد منك وقت كتير لما تخش تنسجم. فانا شايف انت لما يكون عندك قوام اساسي وليكن 10 15 لعيب، وتضيف بالكتير قوي 7 8 يعني في المراكز اللي انت 7 8 بالاضافه للناشئين، اوكي تمام، انت عملت فريق وليك قوام يعني. لكن انا ان انا اضيف اغير 15 لعيب او غير 20 لعيب واجيب مكانه، هل ده بيبقى لي علاقه بالخطط طويله الاجل؟ يعني فكره ان انت بتعمل صفقه معناها ان انت عندك عطل ما في مركز ما محتاج له لعيب بالظبط، لكن مش في كل المراكز. ما انت كده عندك عطل في لكن الفريق، فريقك كله. ما ده اللي بتكلم عليه، اللي بيحصل ده يعني هل هي حاجه مفيده من زاويه ان ضخ دماء جديده في الفرق المختلفه؟ انا هقول لحضرتك حاجه، واجيال بتسلم اجيال، ولا هي ماشيه بسكتها؟ هي طبيعي اي فريق في العالم ما بيعملش كم الصفقات دي في موسم واحد بالزبط. يعني ممكن اعملها مثلا ميركاتو الشتاء، وبعد كده ميركاتو الصيف ابدا اضيف 2 3، لو انا ضفت مثلا 6 ولا حاجه في الميركاتو الشتاء، وبعد كده ابدا اعمل في ميركاتو الصيف مثلا اعمل. الفرق بين التطعيم بلاعبين جدد وبين فكره الاحلال والتجديد بالظبط، ده عمليه احلال وتجديد بس مش في كل الفرق دي. يعني انا احلال وتجديد في فرقه او فرقتين في الدوري، وباقي الفرق محتفظه بالهيكل او القوام الاساسي بتاعها، وبعد كده بعمل تدعيمات بسيطه. ولكن انت يبقى ليك اكتر من 7 8 فرق عاملين صفقات كبيره، واكتر من 7 اكتر من حوالي 12 فريق عاملين اكتر من 15 من 15 صفقه، او يعني من حوالي 12 او 15 صفقه، وفي ناس عامله 18، ناس عامله 20 زي ما قالت الاستاذه نواند يعني. فانا شايف انه لا، في صفقات كبيره مبالغ فيها جدا. ولكن يعني مثلا نادي زي اسوان لسه طالع من الدرجه الثانيه، ممكن اقول اوكي تمام مفيش مشكله.